السلام عليكم، انا سميتي اباح وبطما، ساكنه في الصويره في واحد البركه هنايا. ومولات الدار قالت لي بغيت خرج ليا من داري، انا ما عندي باش نخلص الكرا، ما عندي باش نخلص الرهينه، الا خرجتني ما عندي باش نران. كنطلب فيكم يا المخوتي المحسنين، الله يحسسيكم بخير، اللي سوق ليا شي حاجه باش يفيدني بشي حاجه، بحال الرهينه بحال الكرا، اللي كاين اللي يعاونوني. اختكم في الطمع تطلبكم وتطلب الله سبحانه وتعالى يحن علينا، يحن على الجميع المسلمين يا ربي. ساكنه في واحد البركه هنا، صابر على كل شيء الحمد لله، ودابا واقفه الحركه، واقفه بزاف، ما عندي فين نتكى الى الله سبحانه وتعالى. اخوتي المحسنين، الله يسهل عليكم، الله يحفظكم، الله ينجيكم من كل المصايب، الله يسهل عليكم يا ربي تبارك وتعالى، يسهل على جميع المسلمين. كنطلب خوتي المسلمين، خوتي مارين صويره، الشلوح ديالنا اكوني صرف ربي، اطلعوني سهل ربي، هادي تعاون مسيميك زود خير انت البيت، ما غاتكموش غير خير ربي يودا الحمد لله. هاديك غاري اللي سنت مازيرت، يسليت فتاي الشوف مشى ليا الشوف، انا ما تنشوف والو، ما عندي لا ولاد لا والو الا الله سبحانه وتعالى، هو اللي تنطلب الله سبحانه وتعالى يسخر ليا المحسنين يا ربي تبارك وتعالى. غالي الناس تيجيبوا ليا الماكله، الناس زعما هاد السيده يعني ديما تصيفط ليا الفواط، تصيفط ليا الحريره، تصيفط ليا شحال من حاجه، ولا الا بغيت نتغدى شي حاجه الخضره تجيب ليا، الخضره تجيب ليا شحال من حاجه، والناس كلشي بنادم اللي دار شي حاجه ديال الماكله تيجيبوا ليا. يعني المحسنين هما اللي غير الناس الناس اللي تيعرفوا بالحق، تيضربوا الحق ديال المعطل، الناس اللي ما عندو لا الصحه لا الحمد لله. لا امي مسكينه، راه كاينه امي ولا كاينه عيات 84 سنه ركابيها كاينه في البلاد، تنقول لها جاي ساكن اجي جلسي معايا، قالت لك ما قديت على الدروس صافي. المهم الله يحن علينا يا رب، هو بعيد عرفتي المطار، تفوت المطار شي 15 كيلومتر، الا بغيت نجيب غير الدوالو ونجيب شي حاجه خصني، واه شكون غيديني شكون غيجيبني هنا بعدا، واخا اخرج غير حدا الباب يشدك بنادم الطاكسي وتمشي للسبيطار تجيب بعدا غير الدواء ديال السكر وديال الكوليسترول وديال. المهم انا طير الله يحن علينا وصافي. هي راه عندي هاد السكر داكشي علاش احيانا، وكان الحمد لله على كل حال. ايوا واش غندير المحسنين هما المعامل، انا هما المعامل عايشه دابا، اي انا مع المحسنين اللي عارفني اللي عارفني. هاد السيده انت تقول للناس سيده مكفوفه ما عندها حد، اللي في دهب شي حاجه يعاونها، واخا اللي كاين والحمد لله. هو الدواء راه كاين فين تنشرب 18%، الانسولين تنشدها في السبيطار، واش غندير واحد يعني. وكان مره نلقاني تا انسولين، لقيت الدواء في السبيطار، الا لقيتو في السبيطار تناخذ، الا ما لقيتوش ما ضروري شي واحد عاوتاني نطلب عاوتاني نقول للناس خاصني الدواء، خاصني هادي شحال. المهم هو داكشي اللي ضرني راه كثير، انا بالنسبه لي انا محل السكنه هي داكشي اللي ضرني بزاف. اما الا كاينه بعدا محل في نسكان ماشي مشكل عندي في الصاوى الصاير ولا في هذاك الشيء، المحل هو المشكل. الا خرجت انا من هنا ما نلقى فين نسكن، ما كاينش فين. هي بغات المحل، قالت لي ملي شافتني لاصقه حيت ما عندي فين نمشي، قالت لي واعطيني واحد الثمن خيال، والله ما تطلبي هذاك الثمن في هذا 16000 ريال.
بعدا جوج الزنقات. لا بحال اللي قولي خالتي في الطومه العام كامل شحال كتعطي؟ العام دابا مثلا العام كامل هي هاد ليها في هاد العمال اللي فايته تنعطيها 110 على حسب 9000 اللي كانت كري تنخلص ليها على حسب الشهر. 110 هذا كيجمع لك غير المحسن. المحسني اللي عطاني شي حاجه نجمعها، ما تنشري ما تنصير بها ما ولا الناس تيجيبوا لي داكشي تاع الماكله. هاد البيت اللي تتشوفوه اخوتي المسلمين هادي تنعطي فيها 108000 ريال في العام. دابا هاد العام الحركه واقفه، ما كاين والو، ما كاين الناس اللي تيعاونوني، ما كاين والو، كاين هاد الازمه، ما كاين ما باش نخلص لك. الا خرجت من هاد البيت غنتلح في الزنقه، ما كاين فين نتكى، ما كاين فين نمشي. اللي يسخكم الله تعاونوا اختكم في الطمع، راه تطلبكم وتطلب الله سبحانه وتعالى يجازيكم بخير. حتى نوضو تنخلص من داكشي نيت قايل هاد الا الا جات الورقه تاع الماء ندير الحساب شحال جاني، نعطي 50 درهم ولا 800 ولا 600 اللي جات في الورقه. الضو حتى هو دابا 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 الضو والله الا شهرين هادي ما خلصتو. هاد السيده مكفوفه ما كتشوفش، من بعد من الله سبحانه وتعالى ما عندها لا ولد لا بنت، مهجوره، ساكنه في واحد البيت في السطح، ما عندها لا كويزينه لا والو، غير بيت. انتم غادي نصوروا لكم، غادي تشوفوا كل شيء على عينيكم. دابا الله يجازيكم بخير. دابا مع هاد السيده كانوا الناس كيساعدوها، ياك راهنا هاد البيت 100000 ريال و 8000 ريال كل عام كتحطها، ياك هاد السيده دابا بغات مولات الدار، بغات الدار ديالها. ودابا هاد السيده الله يجازيكم بخير، بغيناكم تساعدوها. الا خرجت من هنا راه غتلاح للزنقه، ما عندها حتى شي حاجه. انا غير جارتها، كنجي عندها مره كنعاونها، كنطلب من الناس المحسنين كيساعدوها. الله يجازيكم بخير، كنطلب منكم يد المساعده بزاف بزاف بزاف، لانني انا هاد الانسان انا كنعيشها، انا عايشه هاد السيده، الله شاهد عليا. انا كنضطر نطلب الناس باسم ديالها، ولدرجه ان الناس كاين اللي كيقول لك خصنا نشوفوها، هذا هو سميتو، كنديهم تيشوفوها. انا هاد السيده انا اليد اليمنى ديالها، انا اللي كنساعدها من بعد من الله سبحانه وتعالى. الله يجازيكم بخير، كنطلب منكم الاخوان يد المساعده، الله يجازيكم بخير، الله يخلي لكم صحيحتكم. راه هاد السيده محتاجه للمساعده وبزاف. هاد السكن ما لايقش ليها، كتدخل عليها الشتاء، من ايام الشتاء كيجي الصيف، الحراره، السيده عندها مرض السكر وعندها مرض الكوليسترول، كتعاني، كتشري الدواء كل شهر، السيده مكفوفه ما كتشوفش. الله يجازيكم بخير، هاد السيده محتاجه للمساعده، هاد السيده محتاجه للمساعده بزاف. بالنسبه للاكل ماشي مشكل، كيجيبوا لها الجيران كلها باش ما سخها الله، كل مره كيجيب لها واحد. بمصيفتي انا عادو قلت انا كنجيبها لها من انا ساكنه بعيده منها، كنجيب لها اللي قسم الله، داكشي اللي سخاني عليه الله. وهاد السيده محتاجه للمساعده. اول شيء اللي كنطلبوا منكم السكن، يا كرا يا رهينه يا مشرى، على الاقل واخا غبيتو كويزينه. هاد السيده تلاح الزنقه، هاد السيده دقات جمعيات ما خلات فين مشات، من بعد من الله سبحانه وتعالى ما كاين حتى شي معين، وانا اللي كنمشي معاها، وانا اللي كندق البيبان من بعد من الله سبحانه وتعالى، ما كاين حتى شي واحد اللي كيدق الباب، انا كنمشي معاها. الله يجازيكم بخير وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.